لا مش فاكراها. انا قلت لك عايز صوري معانا. ما انا جاي عايزين بقى نصور دلوقتي. سبحان الله عند ربنا. عايز اسالك سؤال. بص بقى للكاميرا. بعد العصر لا الفول ولا طعميه. اشمعنى الفول والطعميه؟ عشان بحرهر على السد. الرنجه مثلا. اشمعنى الرنجه؟ علشان ما اعرفش بس هي الرنجه، هي معروفه الرنجه. الفطار باميه. اشمعنى الباميه؟ هو انت بتسالني سؤال ما ينفعش اكل الباميه بعد العصر. مش هتفطر على بالي يعني. ايوه حصل، انا مش شرقيه. انت منين بقى؟ من اسكندريه. اللي جابك الشرقيه عندنا؟ جاي زياره هنا كده نلعب شويه. بصراحه نورتنا. نورك والله، نور على الشرقيه. ايه الحاجه اللي ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ ايه الحاجه اللي ما ينفعش تاكلها بعد العصر؟ لا الفول ولا الطعميه. اشمعنى الفول والطعميه؟ عشان بحرهر على السد. لا طب ما في ناس بتتسحر في رمضان فول وطعميه. طب ما يعني هو هياكل ايه يعني غير كده يعني؟ ما فيش اكل تاني هياكل ايه؟ جبنه روم ولانشون؟ لا فهمت السؤال، انا قصدي ايه؟ ايه الحاجه اللي ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ محش. شمف. اشمعنى المحشي ما ينفعش ناكله بعد العصر؟ طيب المحشي في ناس بتاكله المغرب والعشاء وتفطر. الحاجات دي كلها برضه اللي بقول لك عليها مش بحبه. ركز في سؤال تاني. الحاجه اللي ما ينفعش ناكلها بعد العصر. برضه بعد العصر. العصر. الليمون. الليمون. وايه تاني غير الليمون؟ الليمون واللهم صل على النبي. مش عارف اقول لك ايه تاني. والبرتقال مثلا. البرتقال والاستفندي والحاجات دي بتتاكل. ايه الحاجه اللي احنا ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ بعد العصر. فهمت صيغة السؤال. بعد العصر ممكن ليمون و بقى ليمون والبرتقال والاستفندي. ماشي. ايه الحاجه اللي ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ بعد العصر الحاجه اللي ما ينفعش ناكلها قبل. هو على فكره الحل في الكلام. الحل في الكلام. لغز في الكلام. حاجه. عارف حاجه يا احمد؟ حاجة اللي ما اعرفش ناكلها بعد العصر. بعد العصر الليمون. وغير الليمون ممكن البرتقال، ممكن حاجة زي كده، أي حاجة بتتعصر ما تتاكلش بعد العصر. إيه الحاجة اللي ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ الحاجة اللي ما ينفعش ناكلها بعد العصر يعني مثلا زي إيه مثلا برضه؟ أنا اللي بسألك. أي حاجة مثلا؟ إيه الحاجة اللي إحنا ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ الرنجة مثلا. اشمعنى الرنجه؟ علشان ما اعرفش بس هي الرنجه، هي معروفه الرنجه. لا عادي، انا في ناس بتتسحر رنجه. ده ازاي ده؟ رنجه انا باكل الفجر رنجه. الفجر رنجه؟ ده هتنام ازاي لما تاكل الفجر رنجه وهتقعدي ازاي؟ نفسي بقى. مش عارف، دي نفسي غريبه دي. ازاي هتاكلي رنجه بعد الفجر؟ والله عادي، سيبك بس من الرنجه دلوقتي، ايه الحاجه اللي احنا ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ الحاجه اللي ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ زي ما انا مش عارف برضه. بسطها لك؟ بسطيها. ايه الحاجة اللي احنا ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ لا عادي ناكل كل أي حاجة عادي. فهمت السؤال؟ قولي كده تاني السؤال. ايه الحاجة اللي احنا ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ اللغز في العصر. مش عارف برضه. بعد العصر. البرتقال يعني؟ ايه الحاجة اللي احنا ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ البامية. اشمعنى البامية؟ هو انت بتسألني سؤال ما ينفعش اكل البامية بعد العصر. ليه ما ينفعش تاكل بامية بعد العصر؟ مش تاكل معايا. ده الظهر ماشي. طب والمغرب مأثر معاك في حاجة؟ لا. والعشاء؟ لا. طب لو اكلت بامية الفجر هيحصل حاجة معاك؟ المعدة. بجد؟ من الحرحرة. ممكن كل واحد بيبقى له ظروف بقى، انت غيري دي، انت واخدة بالك؟ بس ممكن تاكلها في اي وقت الا العصر يعني. مش لما تجاوب على الاولاني. طب ما انا قلت لك الاولاني. هو الاجابه غلط. غلط ازاي بقى؟ ايه الحاجه اللي احنا ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ كلنا ما ينفعش ناكلها، مش انت بس. ما اعرفش. فكر شويه. اركن بس الباميه على جنب. طب ما انا قلت لك الباميه. انت بقول لك اركنها على جنب، مش الباميه خالص. لا والنبي. طب هي فكه ولا هي اكل بتاكل ولا ايه بالظبط؟ بتتاكل. بيتاكل. بيتاكل قبل ما بيتعصر. بيتاكل قبل ما يعصر؟
بقول لك حاجة ما ينفعش ناكلها بعد العصر، مش بعد صلاة العصر. مش عارف يا عبد. الليمون ملوخية ايه؟ الليمون ايه؟ مش معنى الليمون يعني. برتقان. هل ينفع ناكله بعد العصر؟ اه عادي. ازاي بقى؟ ايه اللي فيها؟ ايوه ازاي هناكله بعد العصر؟ نشارب بعد العصر. تمام تمام. تسلمي تسلمي. فهمت استغفر. تمام تمام. لا تسلمي. ايه الحاجة اللي احنا ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ بعد العصر؟ حاجة ما ينفعش ناكلها بعد العصر. ايه؟ ايه ما انا بسألك؟ معرفش. ايه السؤال الصعب؟ صعب ايه؟ صعب ايه الصعب فيه طيب؟ حاجة ما بتتاكلش بعد العصر؟ الفطار. مش الفطار. فهمت صيغة السؤال؟ لا. ايه الحاجة اللي احنا ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ بعد العصر. لا ما اعرفش. مش الفرد، مش صلاة العصر. اي في حاجة بتتعصر كده ما ينفعش ناكلها. فهمت. اي الليمون. غير الليمون. هو الليمون. ليمون برتقان استفان. اي ايه الحاجة اللي ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ حاجة ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ معرفش الصراحة. فكر شوية. معرفش. هل أعرف أقول لك؟ فهمت صيغة السؤال؟ إيه؟ فهمت صيغة السؤال؟ إيه الحاجة اللي ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ بعد البرتقال. عشان أنت بتجري بالعجل. البرتقال. غير البرتقال. ممكن إيه تاني؟ الفراولة مش هينفع ناكلها بعد العصر. تمام آسف. مش عارف الصراحة. ايه الحاجة اللي احنا ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ معرفش. فكر. بعد العصر؟ معرفش والله. بصل. البصل ازاي يعني؟ انا معرفش. فهمت صيغة السؤال؟ حاجة ما ينفعش ناكلها بعد العصر. ايه بقى معناها ايه الجملة دي؟ معرفش. فكر شوية كده تلاقي إجابة يعني. فهمت صيغة السؤال ولا ما فهمتهاش؟ إيه الحاجة اللي ما ينفعش ناكلها بعد العصر؟ ناكلها بعد العصر. الليمون المالح. اللي جاب البصل؟ ما البصل ما بناكله. بعد العصر. الليمون المالح. غير الليمون. فكر معاك. فكر معاك. ما معرفش عادي. خلاص كفاية عليك الليمون. الليمون المالح. حاجة ما ينفعش تاكل بعد العصر. ازاي؟ زي ايه؟ ما ادي اختيارات مثلا. لا ما انا بسألك السؤال اللغز في الجملة. ايه الحاجة اللي ما ينفعش تتاكل بعد العصر؟ الحاجة اللي ما ينفعش تتاكل بعد العصر؟ اعطيه خيارات. ايه؟ اعطيه خيارات. طب فكر انت قبل ما اديله اختيارات. ايه الحاجة اللي ما ينفعش تتاكل بعد العصر؟ انا مش مصري بس لازم تعطيه خيارات. انا معرفش. شرط مصري او سوري او لبناني اي حاجة. ممكن بقى تفكر وهتلاقي الاجابة. بس اللغز في الجملة. ايه الحاجة اللي ما ينفعش تتاكل بعد العصر؟ مش هتخطر على بالي يعني. خطر شي على بالك؟ ابسطها لك؟ ايه؟ الحاجة اللي ما ينفعش تاكل بعد العصر؟ تاكل بعد العصر ازاي طيب؟ مش صلاة مش صلاة العصر. العصير قصدك؟ العصير بعد لما بتعصر مش بيتاكل. لا ايه بقى الشيء بقى اللي ما بيتاكلش بعد العصر؟ العصير ما بيتاكلش بينشرب. ماشي. العصير بيتشرب. ايه بقى اللي بتعصر؟ مثلا ليمون مثلا. اشياء كتير ما فيش ما بينعصر، كله بينعصر. زي ايه؟ فكرة مثلا اي حاجة معاك بتنعصر، مانجا اي اشي. والليمون والبرتقال. صح. القشر طبعا ما ينفعش. صح. صاحبك فتن عليك وقال لك انك مش من الشرقية. ايوه حصل. انا مش من الشرقية. انت منين بقى؟ من اسكندرية. اللي جابك الشرقية عندنا؟ جاي زيارة هنا كده العب شوية. بصراحة نورتنا. نورك والله. نور على الشرقية. هسألك سؤال سهل. ايه الحاجة اللي ما ينفعش تتاكل بعد العصر؟ حاجة ما ينفعش. الليمون.
ذكي انت. مش ذكي بس ده سؤال نبيه. غير الليمون بعد العصر اهو. واحد متابعكم المنصوره. منورين اهل المنصوره والله. لا غلب حماري.